مجدك يا حسين، فوق مجدك يا حسين. نظرا لأن الإمام الحسين عليه السلام قد قدم تضحية خالدة سامية تحمل دلالات ومثل ومبادئ وقيم نبيلة تنشدها البشرية وتريدها الإنسانية عبر شتى العصور ومختلف الدهور وفي كل الحضارات والثقافات، فلذلك صار ملتقى أو نقطة التقاء لكل الحضارات والثقافات في أسمى مطالبها وأروع أهدافها وقاياتها النبيلة. يعني عندنا مثلا بالصين أو بالهند، يعني يعتبر هذا الدول الكبير بالعالم. فنحن بالنسبة في زمن الإمام حسين عليه السلام، يعني شلون نحن نقول يعني ما يوافق الظالم، فلين من المنك المدينة يعني ينقل حليلة الآن في الكوفة، فليش ينقلها؟ لأن هو كان ما يوافق الظالم، لأن حتى بالعالم يعني هو يعتبر يعني بطل، واحد الشخصية العالية جدا، فهو بطل يعني يعلم ناس من البداية لحتى الآن. لازم يعني أن نواجه الظالم، نواجه الشيء الخطأ، لازم نقف في موقف الصحيح. الحسين أصبح شخصية عابرة للقارات، وأنا من خلال تجوالي في الغرب أدهلني الكم الهائل من طروحات الدكتوراه أو الماجستير التي تعد إما عن الإمام علي في أسلوب حكمه، في شجاعته، في علمه، في أدبه، أو عن الإمام الحسين. لقد أصبح الإمام الحسين حاضرا في الذاكرة الإنسانية، حاضرا في الخطاب الثقافي العالمي. عندما نتتبع قضية الثورات التي تعاقبت قبل الإمام الحسين وما بعد الإمام الحسين وحتى واقعنا الحياتي المعاصر، تجدهم عندما يصلون إلى مستوى من النصر والظفر يتغيرون في وجه مبادئهم ويمشون على المنوال الذي كانوا يواجهونه في السابق، بمعنى ينتهجون منهج الظلم والإقصاء وما ذلك. قضية الإمام الحسين وثورته المباركة كانت ثابتة على المبادئ والقيم التي نادى بها جده النبي محمد صلى الله عليه وآله قبل ثورته وبعد ثورته. التجارب الإنسانية والشخصيات التاريخية التي مرت في عمر التاريخ وفي محطات التاريخ تختلف مدياتها وتختلف مساحاتها، مساحات تأثيرها ومساحات يعني انتماءاتها وارتباطاتها. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يمتلك من القابلية إلى أن تكون له أكثر من مستوى، يعني يمتلك الإمام سلام الله تعالى مستويات متعددة. فهو مثلا في ضمن مساحة ودائرة أو مستوى التشيع هو الإمام المعصوم، وهو ابن النبي صلى الله عليه وآله والمفروض الطاعة. لكن لو نزلنا إلى مساحة أخرى أوسع من التشيع وهي مساحة الإسلام، نجد بأن الأمة الإسلامية تتفق على أن الحسين عليه السلام هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله، وهو سبط من الأسباط، هو إنسان مؤمن صحابي جليل، يتفقون عليه. كنا نحن نهي يعني عاشوراء من بداية أجدادنا. عاشوراء إنما يعني كان العاشوراء كل بيت
نحن عادتنا نهيئ نجهز سيئا الأطفال يدور في 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 في, في البيوت يأكلون ذلك بركة ودعاء وطلبة من بركة الحسين. هكذا كان عندنا في الأفريقية. لو أردنا أن نوسع هذه المساحة أكثر ونخرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الإنسانية التي هي مساحة أوسع من التشيع وأوسع من الإسلام، نعم يمكن لنا في هذه الحالة أيضا أن نجد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. قضية الإمام الحسين وحالة التغيير التي انتهجها في الأمة تبين أن قضية الإمام الحسين وثورته على الظلم والظالمين هي استلهام للأمم والإنسانية. القيم التي كان ينادي بها الإمام سلام الله تعالى عليه، المشروع الذي خرج من أجله الإمام سلام الله تعالى عليه هو مشروع إنساني قبل أن يكون مشروع يعني أرادته السماء، كإذا أردنا أن نقول بأن أرادته السماء كإرادة شرعية مثلا أو أنه أراده الإسلام. مشروع ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. مشروع الإمام سلام الله تعالى هو مشروع الإصلاح، إنما أريد الإصلاح. كان الإمام الحسين صمام أمان الشريعة الإسلامية، يقول صاحب كتاب تطور الحضارات، كان الإمام الحسين سلام الله عليه نبيا جديدا بتعبير بعض الفلاسفة الغربيين، كان عملاقا من العمالقة. ويذهب أيضا لوكليرك إلى القول بأن الحسين ليس مجرد دمعة ساكبة، ليس مجرد عاطفة جياشة. وأقول أكثر من هذا، الحسين بركة بل نعمة مثل الإمام علي بن أبي طالب وكل آل البيت. لا شك أن كل أصحاب ثقافة أو أصحاب دين أو أصحاب مذهب أو أصحاب بيئة ثقافية معينة يقرؤون الثورة الحسينية من جانب. مشروع الإمام سلام الله تعالى هو مشروع الإصلاح، إنما أريد الإصلاح. وبالتالي مشروع الإصلاح الآن لو تذهب إلى أي أمة من الأمم وأي دولة من الدول تجد بأن عملية الإصلاح هي عملية جوهرية في حركة تلك المجتمعات وفي حركة تلك البلدان مع غض النظر عن عقائدها وارتباطاتها. هذا يدل على أن الثورة الحسينية هي رسالة عالمية، أن الثورة الحسينية ليست خاصة بطائفة وليست خاصة بمذهب وليست خاصة بجهة معينة وليس خاصة بمجتمع دون مجتمع ولا بزمان دون زمان، وإنما الثورة الحسينية لا شك أنها تعبر عن ضمير الأمة من مختلف الأديان، من مختلف الثقافات، من مختلف أصحاب المذاهب، من مدارس فكرية مختلفة، لكنهم كلهم يعشقون الإمام الحسين، كلهم يحبون الإمام الحسين. حتى المسيحي، نحن نجد هناك من ألقى قصائد عن الإمام الحسين في غاية الروعة والجمال، وهذا يؤكد أن ثورة الإمام الحسين ثورة ذات مبادئ، وهذه ليست ثورة انتهازية أو ثورة مصلحية أو ثورة مادية. ثورات مادية ومصلحية أو اللي هدفها سياسي تنتهي بانتهاء أحداثها، أما الثورة الحسينية فهي ثورة ذات رسالة عالمية وذات أهداف كبرى هدفها هو النهوض بالمجتمعات الإنسانية وتحرير العقل من الأغلال واستنهاض الأمة نحو التقدم والبناء الحضاري. الإمام الحسين من صفات ثورته أنها استطاعت أن تثبت على مبادئها وقيمها الإنسانية والعقائدية والاجتماعية بدون تغيير أو تبديل، بالرغم من واجهه من حالة من الظلم والإقصاء، وليس فقط من حالة الظلم إنما من حالة البشعة التي واجهها الإمام الحسين. مع ذلك استطاع الإمام الحسين عليه السلام ومن كان معه
أن يثبتوا على هذه المبادئ التي لا تتغير مع مواجهة هذه مواجهة الظلم. فعندما نقرأ أحداث كربلاء أيضا من جهة أخرى نجد أنه قدم أهل بيته. هذا يعني يدل على إخلاص الإمام، على أن دفاعه عن قيم الإسلام وقيم الإنسانية المحترمة في أيضا نظر الإسلام ونظر العقلاء. فالإمام عليه السلام بهذه المبادئ وبهذه الثورة وبأحداث وفصول الثورة الحسينية، عندما نجد الثورة الحسينية فصول مأساوية ولكنها أوقدت الضمائر الحية، ولذلك بعد ثورة الإمام الحسين مباشرة جاءت مجموعة من الثورات والانتفاضات والاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى سقوط دولة بني الأمية وقيام الدولة العباسية. هذا أحد الأسباب، أحد نتائج الثورة الحسينية. فالثورة الحسينية كان لها نتائج كثيرة من ضمنها هذا الشيء، وهو القيام بالعديد من الثورات بعد الثورة الحسينية، تغيير المزاج الشعبي عند الناس، أيضا رجوع الناس إلى الدين، وبقيت هذه الثورة بما تحمل من قيم وأهداف ومأساوية وبما فيها من عبرة وعبرة، بقيت حية في الوجدان الشعبي على مر العصور والسنوات. من الصفات المهمة التي اختزلتها قضية الإمام الحسين أنها تواكب حالة من التغيير والتجديد، بمعنى أنها القضية والثورة الحسينية الوحيدة التي تستطيع أن تواكب وتتجدد وتتأقلم مع متغيرات الكون ومتغيرات الحياة ومتغيرات المجتمعات التي يمكن من خلالها لكل الشعوب بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم يستطيعون من خلالها إسقاط هذه المعادلة الحسينية على واقعهم، ليغيروا واقعهم المأساوي إلى ما كان يتأمله الإمام الحسين في تغيير التخلف وحالات الظلم التي يواجهها العنصر البشري على هذه الحياة. الإمام حسين قتل لأجل ماذا؟ لأجل حرية ومظلوم، والناس بطبيعتهم يريدون أن ينصروا المظلوم، فهو قتل من أجل الإنسانية، من أجل القيم الأخلاقية، فاستشهد بين يدي هؤلاء الزلمة فصار مظلوما شهيدا، فصار نقطة لكل من يريد أن يمارس الحرية أو كل من له فكرة حرة تجاه الأمم. إمام حسين عليه الصلاة والسلام يريد الإنسان حي حر موجودين في كل ناحية يمكن أن يفكر مستقلا من غير ضغط. هذا هدف ومقصد للإمام حسين عليه الصلاة والسلام من ناحية شخصية ومعنوية. واحدة من المسائل الملفتة للنظر ومن الأمور التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان، انظر إلى المسيحيين عندما أرادوا أن يكتبوا عن شخصيات الإسلام، عمن كتبوا؟ جل تراث الكتاب والمفكرين المسيحيين الذين كتبوا في التراث الإسلامي كتبوا في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بدي أقول أكثر من هيك، لأنه عندي كتاب اسم ديوان شعر اسمه ريحين الإمامة، كل واحد من آل البيت نظم له قصيدة من 40-50 بيت شعر. لم أترك واحداً من آل البيت
لم أكتب فيه شعرا. الآن حتى إقامة الشعائر الحسينية في أوروبا، رغم أنهم مثلا لا يعرفون الحسين وقد أنهم لم يسمعوا بالحسين سلام الله تعالى عليه، لكنهم عندما يحضرون هذه المناسبات أو يسمعون بهذه الحادثة وبهذه الواقعة تجدهم يتفاعلون. هذا التفاعل الإنساني هو الذي يكشف عن قابلية فكر الإمام حسين وشخصية الإمام حسين عليه السلام من النفوذ إلى الأمم الأخرى. السماء صنعت مجد الحسين وحافظت على هذا المجد ووصلته إلى الألفية الثالثة عملاقا عظيما، وأيضا السماء أرادت للحسين بن علي أن يكون في هذه المكانة في قلوب العاشقين والأحرار، في قلوب الناس الذين لا علاقة لهم بالإسلام، لكن بمجرد أن يقرأوا السطر الأول من تاريخ الحسين لا يملكون إلا أن يقروا أنهم أمام شخصية ليست كالشخصيات، أمام إنسان ليس كالناس جميعا. Parishan di yer göyne parishan.